السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد في فيديو جديد على القناة. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. اليوم شاركت بوكو دعاية جديدة تكشف عن ميزة رئيسية أخرى للهاتف الذكي القادم، حيث أكدت الشركة أن بوكو N3 برو 5G سيأتي مع بطارية كبيرة سعتها 5000 ملي أمبير. من المتوقع أن يأتي الهاتف بأبعاد 161.8 في 75.3 في 8.9 ملم مع وزن 190 جراما، ويدعم طبعا اتصال جيل 5 ويدعم شريحتي اتصال نانو سيم. ويأتي الهاتف مع شاشة من نوع IPS LCD تعمل باللمس، تدعم 16 مليون لون، مقاس 6.5 إنش بدقة 1080 في 2400 بيكسل، بكثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل إنش، ونسبة الأبعاد 20:9، ونسبة حجم الشاشة إلى الهاتف 83.7%، مع معدل تحديث 90 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج غوريلا غلاس الجيل الثالث، ودرجة السطوع تصل إلى 400 شمعة. ومن حيث الأداء، سيعمل الهاتف بواسطة معالج قوي 8 نواة من ميديا تيك MT6833 ديمونسيتي 700 5G بمعمارية 7 نانومتر، ومعالج الرسوميات من نوع مالي G57 MC2. وبالنسبة لخيارات الذاكرة، سيتوفر للهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4.6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، بالإضافة إلى إمكانية توسيع الذاكرة عن طريق بطاقة خارجية كارد ميموري. وفيما يتعلق بكاميرا الهاتف، سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، الأولى وهي الأساسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة F1.8، وأما الثانية فهي بدقة 2 ميجا بيكسل مخصصة للماكرو مع فتحة عدسة F2.4، بينما الثالثة والأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل للعمق مع فتحة عدسة F2.4 مع فلاش ليد مزدوج اللون والبانوراما والHDR، وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية الواحدة، وبدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 63 و120 إطارا في الثانية، في حين تأتي الكاميرا الأمامية للسيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2.0. ويأتي الهاتف ببطارية من الليثيوم بوليمير غير قابلة للإزالة، وسعتها كبيرة تبلغ 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. كما يحتوي الهاتف على منفذ سماعات 3.5 ملم، ويدعم تقنية الواي فاي والبلوتوث إصدار 5.1، ومستشعر بصمة الأصابع على جانب الشاشة، ومستشعرات التسارع والدوران والقرب والبوصلة. كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أحداث أندرويد 11 وواجهة MIUI 12، ويدعم تقنية تحديد المواقع الجغرافية والملاحة، وتقنية الاتصال قريب المدى الـ NFC، ويحتوي على مكبر صوت وراديو ومنفذ USB Type-C. سيتوفر الهاتف بألوان متعددة، هي الأزرق والأسود والأصفر والأخضر الفضي، وسيتم تسعيره بحوالي 170 يورو ما يعادل 200 دولار أمريكي، وقرابة 3130 جنيه مصري وتقريبا 750 ريالا سعوديا. ووفقا للشائعات، قد يأتي الجهاز باسم Redmi Note 10 5G الذي أعيدت تسميته، وسيعمل طبعا بواجهة MIUI 12.5 المستندة على نظام أندرويد 11. كان هذا كل شيء عن هذا الهاتف، والآن ما رأيك بمواصفاته، وهل أنت متشوق لاقتنائه حال توفره؟ شاركنا رأيك في التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.